وتقولوا لي اعمل ايه. فوكس مع الكاميرش. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اولادي جننوني. موضوعنا النهارده هيكون عن شقاوه الاطفال. هي الشقاوه ده المصطلح العامي المدرك يعني، لكن بيبقى فيه مصطلحات ادق من الموضوع ده، وخلينا ما نحرقش الكلام دلوقتي. هيكون الاول ضيف الكريم الاستاذ احمد الاسيوطي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. او الاستاذ احمد مدرب المهارات التنميه الذاتيه والسلوكيه، وهو ايضا محامي. ازي حضرتك يا فندم، عامل ايه؟ تمام. اهلا وسهلا استاذ عاصم، اهلا بكم الساده المشاهدين. عايز بقى اعرف الشقاوه، يعني خلينا نتكلم الاول على المفهوم العام قبل ما نتطرق للخطوره او الحاجات الادق بقى من كده. الشقاوه في المجمل، او ان السلوك يكون ابتدي اشوف ان هو غريب الى حد ما، بس خلينا نعرف بقى الاول كده ايه الشقاوه عامه. تمام. هي في البدايه الشقاوه جزء من سلوكيات الاطفال اللي اللي بتكبر معاهم بداية من سن سنتين او ثلاثة مع بداية نمو الوعي عند الطفل، وبتفضل مكملة معاه لغاية انتهاء سن الطفولة اللي هو 15 او 18 سنة على اختلاف سن الطفولة من مكان للتاني. لا، لكن كده حضرتك تخليني تستوقفني من الاول مرة سابقة كده بقى من الاول. 15 ل 18 سنة، ده اشمعنى بقى المعتاد عند الناس ان احنا طول الوقت بنشوف ان الاطفال السن الصغير ده؟ مش حقيقي. تمام. على مستوى العالم طبقا لتعريف منظمة الصحة العالمية، ان سن الطفولة عند الاطفال اللي هو من تاريخ الميلاد من سن يوم لغاية سن 18 سنة. مظبوط. واغلب الدول على مستوى العالم في زي شبه اتفاق كده ان السن اللي الطفل قبليه ما ينفعش يعامل معاملة الراجل او البالغ بمعنى اصح هو لغاية 15 سنة. يعني احنا حتى مثلا لما بنبص على القوانين بتاعة العمل وقوانين عمالة الاطفال، الطفل ما يقدرش يشتغل قبل سن 15 سنة. مظبوط. صح. فدايما بنتكلم على ان قبل سن 15 سنة انا هو ده اللي بعتبره طفل، بعد 15 سنة ببدأ اهيئه ان هو يبقى راجل ويسلك سلوك الرجال او ست، وتبدا تاخد سلوك الناضجين يعني سلوك الكبار، ويكون هو لسه ما بقاش في قمه الوعي ان هو لسه في بقى حاجات جوه. طبعا لسه في حاجات جوه معشهاش، لسه في حاجات من سن الطفوله، لكن بيبدا يحط رجليه على اعتاب مرحله النضج بقى. خلاص هو بدا يبقى بياخد مبلغ الرجال زي ما بنقول كده، وبيبدا يكبر بقى اللي هو بيبدا يشيل مسؤوليه. لكن قبل كده طبعا هو بره اي وعي وبره اي مسؤوليه، هو بيعيش سنه زي ما بنقول، بيعيش مرحلته، بيعيش حياته كطفل يعني. فالشقاوة بتبقى جزء من سلوكه بوجه عام. علميا احنا ما عندناش حاجة اسمها الشقاوة. علميا هو السلوك او التصرف بتاع الطفل هو ده اللي بيقاس من تاريخ ميلاده او من تاريخ بداية وعيه اللي هو سن سنتين او ثلاث سنين. تمام. لغاية ما بينهي مرحلة الطفولة بتاعته. السلوكيات او التصرف. السلوكيات او التصرف. خلينا بس اخد المشاهدين هنا بسؤال ونرجع على طول نكمل النقطة دي عشان مهمة. احنا عايزين نعرف بس ازاي انت بتتعامل مع شقاوة ابنك في الاجازة، بما ان احنا دلوقتي في فترة الاجازة او داخلين عليها، كيف تتعامل مع زي ما بقى كنا بنقول سلوك سواء بقى بيقل بيزيد في درجة الرد الفعل بتاعت ابنك في الاجازة، ومستنيين تليفوناتكم باذن الله. يبقى حضرتك دلوقتي بقى كنت بتاخدني نقطة استاذ احمد على التصرفات او السلوك. تمام. ساعات كده اقول لك الواد ده شقي ابن لذينه، ما حصلش، العيل رزل، شقي حبيبتين، عيل عفريت، عيل عفريت، عيل عفريت، بالبلدي كده. تمام. ايه اللي ياخدني اشوف هنا ان الطفل ده لا ده مش شقي بقى، ده شطان يعني؟ طيب هو زي ما انا قلت لحضرتك في الاول، احنا الشقاوه علميا دي مش يعني ما فيش حاجه في علميا في السلوك اسمها الشقاوه. لكن انا عندي في حاجه اسمها تصرفات في الاطار الطبيعي وتصرفات غير طبيعيه. التصرفات الغير الطبيعيه اللي هي العفريت ابن اللذينه ده، تمام، ده اسمه التصرف الغير طبيعي بشكل ايجابي. وفي العيل اللي هو نقول عليه دايما ساكت او سهون او ده، لا ده هادي قوي وبتاع، ده احيانا طبعا ده او يخافوا يعني، ده احيانا بيبقى اسمه السلوك الغير طبيعي بس بشكل سلبي. نمسكهم واحد واحد. السلوك الغير طبيعي الايجابي اللي هو العيل العفريت ابن اللذينة ده اللي على طول بيضرب في اصحابه، يعني اللي هو الشقي، شقي بزياده، اللي هو شقاوته زياده حبتين، مش الشقاوه المعتاده عند الناس يعني، مش اللي هو بيتشقى وخلاص يا حبيبي اسكت فبيسكت مثلا، ده اللي هو شقي حبتين بحاول اسيطر عليه كاب او كام، ما بعرفش اسيطر طول الوقت مثلا، بيحاول يكسر في حاجات طول الوقت، بيتشقى بيضرب في الاطفال اللي حواليه او اللي بيلعب معاهم طول الوقت مثلا، ما بيرضاش يطلع من الشارع او من النادي او من المكان اللي هو بيلعب فيه.
اللي بيضرب في الاطفال اللي حواليه. كان واحد صاحبي حكى لي على طفل كان بيعاني من ضرب اهله ليه في البيت، فكان بيروح عليهم في المدرسه متخربش من ضرب اهله وبيقعد يضرب في الاطفال اللي حواليه. ده صحيح، ده بقى عامل من العوامل بقى الاساسيه اللي هو بيبقى الشقاوه، او مش شقاوه، هنا نقول انحراف شويه بقى بسلوك. دي هو في العامل السلبي، مجموعه بقى عوامل بتخلي الطفل يوصل لمرحله السلوك العنيف او السلوك الغير طبيعي بشكل ايجابي. ده زي ايه؟ زي مثلا يكون حاصل عليه حاله قهر او حاله عنف في البيت، فهو طول الوقت بيطلعها على اللي حواليه خارج اطار البيت عشان يثبت لنفسه ان هو بيفرض حاله السيطره اللي بيتم فرضها عليه في البيت. او هو طول الوقت في البيت بيشوف حد عنده في البيت بيضرب حد، فهو طول الوقت بيطلع يطبق نفس النموذج ده بره. يعني مثلا لو الوالد في البيت بيضرب والدته كتير، الاب او الام بيضربوا بعض كتير او بيتخانقوا كتير، فهو الولد بالطبيعه برضه بيطلع بره بيتخانق طول الوقت، بيضرب طول الوقت. حتى لو هو ما بيتوجهلوش عنف، الشحنه السلبيه اللي حواليه بياخد هو بيتربى عنده ان ده الطريقه الوحيده للتعامل، او دي الطريقه المثلى للتعامل. الطفل دايما وابدا زي ما قلنا اقرب محيط او المحيط الاول اللي بيصنع سلوكيات الطفل او بيصنع تصرفاته اللي بتفضل مكمله معاه طول حياته هو الاسره. البدايه عندي من الاب والام. فالاب والام لو هم بيضربوه او هم بيتخانقوا مع بعض كتير او هم بيتعاملوا مع بعض بشكل عنيف، ده اللي بيخلي الطفل طول الوقت عنده استعداد للعنف او ميال للعنف. يعني من ضمن الحاجات اللي كانت بتتكلم في النقطة دي، كان في إحصائية صدرت عن مركز البحوث الاجتماعية الأمريكي، كان بيقول إن 75% من الأطفال اللي بيتم ممارسة العنف قدامهم في البيت أو بيحصل معاهم عنف منزلي هم بطبيعتهم بيكونوا عدوانيين أو أميل للتصرف العنيف، لأن هو طول الوقت بيبقى مقتنع إن هو دي أو دي الطريقة الوحيدة لحل الخلافات أو دي الطريقة الوحيدة لحل المشكلات. عشان كده مثلا إحنا بنلاحظ في البيوت أو في النوادي او في الشوارع، لو عندي ابني بيلعب مع ابن جارتي او بنتي بتلعب مع بنت جارتي او بتلعب مع حد زميلتها وشدوا مع بعض او دي خبطتها بشكل غير مقصود، فالتانية مثلا بتقوم تضربها بشكل عنيف، واحيانا كمان بيكون رد فعل الطفل مبالغ فيه اكتر من الحاجة اللي هو بيتعامل عليها. طب انا بقى ياخدني هنا قبل ما نكمل مع حضرتك الموضوع ده، نقطة ايه الاول بقى عشان نفهم الناس؟ الشقاوة اللي هي العادية، تمام، اللي هي السلوك اللي هو عادي اللي هو بيطلع الباور الطاقة اللي عنده، وايه الشقاوه اللي بتدي لا ده بقى كده الطفل ده كده مش طبيعي بناء على غير الاعمار لحد اني سن، هي ايه الملامح البوادر بتاعتها؟ طيب هو بوجه عام احنا عندنا ملمح للسلوك الطبيعي بيفضل مستمر مع الطفل طول الوقت. تمام. بالنسبه للشقاوه الطبيعيه انا بقول على الطفل ان ده طبيعي وما بيعملش اي حاجه زياده، لو هو طول الوقت بيملى وقت فراغه بالشكل اللي حضرتك بتقوله بشكل تفريغ الطاقه. يعني مثلا طول الوقت بيمارس رياضات، بيلعب العاب مع اصحابه، بيشغل مثلا بيتعلم حاجه جديده، بيلعب كوره، يخلص لعب كوره يلعب سباحه، يخلص سباحه يلعب جري وهكذا، ده طفل شقي. بس دي الشقاوه الطبيعيه او ده السلوك الطبيعي، ده هايل جدا، وده اللي احنا دايما بنقول ان الاب والام لازم يحافظوا على ان الطفل من بدايه ما يبدا يتحرك او يبدا يخرج يتعامل مع اطفال لازم يوجه جزء من الكلام ده هنا. لو الاب والام من بدايه ما الطفل يبدا يتحرك يا ريت يا ريت توجهوه ان هو يلعب او يمارس رياضه بعينها، لازم يروح النادي او يروح الساحه الشعبيه، يروح مركز الشباب، ينزل الشارع يلعب مع اصحابه. دلوقتي بقت ممارسه الرياضات اكثر سهوله عن ذي قبل، فيقدر يلعب اي رياضه، المهم ان انتوا تحافظوا على ان هو يلعب رياضه بشكل منتظم وبشكل مستديم. تمام، يعني احنا بنقول ان احنا نخلق البيئه اللي بتخليه يطلع الطاقه او الباور ده في حاجه تفيده، وفي نفس الوقت الحاجه اللي تخليه ما يطلعهاش في وسائل اخرى من احنا بنقول ان احنا الاسره بتهيئ له الجو ده، الاسره بتوجهه للاتجاه اللي هو لازم يفرغ فيه طاقته، لان في بالاساس المرحله العمريه دي هي اكتر فتره الطفل فيها بيكون عنده طاقه، او اكتر فتره بيكون الانسان فيها عنده طاقه. الطاقه دي لو ما خرجتش بشكل سليم في مكانها الطبيعي، تمام، بتخرج بشكل غير سليم في اتجاهات اخرى. يعني ان انا كاب او كام او الاسره بشكل عام لو ما بتوجهش الطفل ان هو يمارس رياضه او يعمل حاجه يفرغ فيها طاقته او يمارسها اغلب اليوم وهو بيحبها، هلاقي الطفل ده مع الوقت اصبح عنيف، اصبح عدواني، او بيحاول يتعلم حاجات تانية زي التدخين، زي ان هو يصاحب ناس اكبر منه، واحيانا الغالب ده بيروح لرفقاء سوء، فطبعا بتكون النتائج كارثية. لكن لو تم توجيهه من البداية لان هو يعمل حاجة يفرغ فيها طاقته او يقضي فيها اغلب يومه، هلاقي الطفل عندي
تمام بيوظف اليوم من تلقاء نفسه بشكل سليم هايل جدا وبيطلع معايا كمان نتائجه هايله بعدين هايل. لما بيكبر انا بس دلوقتي هياخدنا ده لتقرير وهيبقى هنصاحبه بس في فصل وهنرجع تاني بس لو لازم المشاهدين يطلع على التقرير وبعدين هنطلع على الفصل. اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه قولوا التربيه ومشاكلي تتحل بايه اولادي جننوني وانا مش عارف اعمل ايه وخلاص سلمت وجيت قولوا لي اعمل ايه زي ما شاوت اطفالك في الاجازه لا بتعامل معهم عادي يعني زي كأب وبنته أو ابنه بيلعبوا معايا وألعب معاهم وبحاول يعني أن أنا أصاحبهم علشان خاطر يعني أبقى قريب منهم أكتر يعني. طب وشقوتهم بقى بتعمل معهم إيه بقى؟ ما بيكسروش البيت؟ لا في أكيد كل عيل ليه غلطاته ولكن بنحاول نمسك العصاية من النص يعني إن إحنا برضو بنفهمه إن ده غلط وبرضو منقساش عليهم قوي علشان نقدر إيه يعني الحياة تمشي وكده. بتسيبه يعني كطفل بقى ياخد براحه ويتشقى براحته؟ لا بديله طبعا نسبه من الحريه ولكن مش نسبه كبيره برضو يعني لازم احجمه لو حسيت انه زاد عن اللزوم او غلط او كده ولكن برضو لازم اديله الحريه علشان خاطر يحس ان هو يعني في بيته وانه يقدر يعمل كل حاجه براحته والكلام ده. طب ده في البيت بقى بالنسبه للشارع بقى اما بينزل الشارع بقى بتعمل ايه بقى مع الشقاوة بتاع من النوع اللي ما بحاولش انزل اولادي كتير الشارع يعني ولا بيروح النوادي ولا بتخرجهم مثلا؟ لا في ممكن نسبه خروج مثلا بس بسيطه بحس ان المدرسه كانت شغاله او كده لكن ما الشارع عندي ما بنزلش كتير يعني. طب والجيران حتى اللي في العماره ما بيشتكوش من الشقاوة دي؟ لا مصر الجيران كلهم عندهم اطفال فكل واحد بيبقى عذر التاني لو حاسس ان في طفل بيتشقى او بصوته عالي او الكلام ده كله يعني. يعني انت لو جه حد اشتكى لك من ابنك بقى من كتر شقاوته تعمل ايه؟ لا يعني لو طفل برضه بحاول انبهه ان انت عندك اطفال وانا برضه زي ما انت بتسمع اصوات انا بسمع اصوات وكده ولكن تمام مع الطفل بقى بتعمل ايه؟ لا بفهمه ان ده غلط وان في ناس الجيران لازم نحترمهم وان احنا ما نهزرش بصوت عالي او نتخانق او نكسر او نعمل كده ده كله. بنشكرك يا فندم. لا تحت امرك شكرا شكرا. والله بنتعامل معاهم كل طفل بنتعامل معاه بطريقته بطريقه تفكيره باسلوبه بنتعامل معاه ان هو لما بيحب يلعب ما بنحاولش ان احنا نقفش معاه يعني بنتحاول يعني ان احنا نتعامل معاه بهدوء ما نتعصبش عليه او بحيث ان هو ما يبقاش عصبي ما يطلعش عصبي. احنا بنبقى عارفين ان الطفل بيبقى افضل يعني النشاط والعضلات مقفوله كده وماسك على نفسه لغايه ما بياخد الاجازه اول ما بياخد الاجازه بقى الشقاوه كلها بتظهر بقى تكسير في الشقه ده بتتعامل معاه ازاي وشقاوته في الشارع والناس اللي بتشتكي ايه بتتعامل معاهم ازاي؟ لا لا احنا الحمد لله بفضل الله يعني احنا مربيين اولادنا تربيه معينه بحيث ان هو لا بيتشقى ولا بينزل الشارع زي الاطفال العاديه لا احنا الى حد ما قافلين عليهم شويه عشان ما يحتكش باولاد الشارع او ما يحتكش بحد. في نفس الوقت هو اصلا الطفل بيبقى الشقاوه بتاعته دي موجوده سواء في المدرسه او في الاجازه لان هو لسه برضه انا اولادي لسه صغيرين يعني 5 سنين فمش ما يدركش ان في الشد الذهني بتاع الامتحانات وبتاع المدرسه لا هو مش فارقه معاه قوي يعني هو بيلعب في المدرسه وبيلعب في البيت برضه بس احنا بنحاول ان احنا نمتص لعبه ده ونحاول ان احنا نهوده شويه علشان ما نبقاش قافشين عليه يعني ما نبقاش ضاغطين عليه ما يبقاش لان في اولاد بتروح نوادي وفي اولاد في اولاد بتروح نوادي احنا طبعا طبقه متوسطه مش طبقه العاليه اللي هو الطفل بيطلع الطاقه بتاعته في النادي لا الطفل لازم يطلع الطاقه بتاعته معانا فلازم نستقبلها باريحيه. نعم يعني حضرتك ما نزلتوش الشارع ما بفكرش تنزله مع اصدقائه من الجيران وكده؟ لا 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 انا احنا فصلهم عن فصلوا عن الشارع على الاقل خالص في الفتره دي او في المرحله ده او في السن ده لان هو برده في السن ده ممكن يكتسب اي وده حضرتك ده صح يعني من السن دوت ولا هيفضل كده طول عمره ولا بتخليه سن معين؟ لا لحد سن معين لحد ما هو نفسه يعرف ان الغلط فين والصح فين يعني لحد مثلا فتره 8 سنين او 9 سنين يدرك لان 5 سنين لحد ما لسه ما ينفعش ان هو ينزل في الشارع في السن ده انما لما يكبر يبقى عنده 8 سنين او 9 سنين او 7 سنين يقدر يعرف اذا كان ده غلط او ده صح انما في السن ده يبدا يمتص من الشارع يعني سواء انت لو طفل بيشتم في الشارع ما هياخد الشتيمه هيستقبلها يعني زي ما بيقولوا في الحكمه الطفل كالوعاء الفارغ فلازم تملاه في الفتره دي يا اما بتملاه بحاجه كويسه او باخلاق كويسه او باخلاق العكس فاهمنا حضرتك بنشكرك جدا تحت امرك يا فندم شرفتنا والله انا بحاول اتعامل معاهم على قد ما اقدر يعني
يعني بتسيبهم يلعبوا بقى ويكسروا بقى ويتشوا؟ لا مش تكسير، اللعب المعقول يعني، بحاول برضو ان انا اخليهم ما يكسروش حاجه ولا يبوظوا حاجه ويلعبوا برضو، بحيث ان انا ما اثرش عليهم او ما اكتمش حريتهم. انت عارف بيبقى السنه كلها بقى دراسه بقى ومذاكره، وبيجي بقى ما بيصدق بقى الاجازه تيجي. اه طبعا بتبقى فرصه ليه ان السنه كلها بياخدها مذاكره ال 8 اشهر اللي هم الدراسه دول. بتسيبه بقى يلعب في الشارع ولا بتخليه يلعب مع اصحابه بقى في العماره ولا بتعمل معاه؟ مع اصحابه او في المكان، ولازم أن اكون انا متواجد يعني بحيث تبقى عينيا عليه. ما بيجيلكش بقى شكاوات بقى منه ان ده شقي وبيعمل كذا وكذا؟ لا ما هو عيالك على حسب ما تربيهم يعني، ما بدوش فرصه ان هو يعمل مشاكل يعني. يعني ما فيش حد جه اشتكى لك منه قبل كده؟ لا كتير، بس انا ما اخليش يعني فيه فرصه. بتعمل ايه بقى؟ بتضربه؟ والله بنصحه كذا مره، ما الضرب مش هو النتيجه يعني، بنصحه كذا مره لو ما بحاول يعني بالكلام ان انا اقنعه بالكلام، لكن الضرب مش هيجيب نتيجه مع الطفل يعني. بنشكرك جدا. شكرا. والله يعني بيبقى في ليهم وقت للدراسة ووقت للعب والمرح ووقت متابعة التلفزيون برضو، يعني بيقسموا أوقاتهم بحيث ما يسيبوش الدراسة خالص، ما ينسوا اللي أخدوه في الفصل الدراسي، لازم يفضلوا يراجعوا فيه. طب احنا بنتكلم بقى عن شقاوة الطفل بعد ما بيخلص الدراسة بقى، وأجازة نص السنة بدأت أو أجازة آخر السنة، الشقاوة ديت أنت بتتعامل معاها إزاي بقى؟ بتحكمه بتخليه يقعد في البيت، ولا بتخليه ينزل يلعب في الشارع، ولا بتوديه النادي، ولا بتعمل معاه إيه؟ طبعًا كل ولد وعلى هو هواياته، ما ينفعش تحكمه تخليه مكبوت في البيت، لازم يعني تسيبه شوية يعني كده وكده، ما تشد شوية وبالظبط تريحوا شويه برضه، ما ينفعش تكبته كده. ساعة ما بتريحوا بقى ما بيعملكش مشاكل مشاوته دي؟ ما فيش ناس بتيجي تشتكي منه؟ والله الحمد لله عندي لا، ما في ناس ممكن، اللي عندنا في الجيران، تلاقي الجيران رايحه جاي بتخبط عليهم بيشتكوا، الحمد لله العيال بتوعي لا، ما فيش مشاكل الحمد لله. اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، واحب بس افكركم بالسؤال تاني، كيف تتعامل مع شقاوة أطفالك في الأجازة؟ أهلا بحضرتك مرة تانية يا أستاذ عم. أهلا وسهلا بك. طيب إحنا بقى عايزين سريعا نرجع لنقطة ابتدينا بيها، وبعدين ندخل نطرح النقاط التانية، يعني يا رب الوقت بقى يسعفنا. اتفضل. التعريف الشقاوة سريعا تاني كعلميا، وحضرتك قلت لي إحصائية استدلت بيها، مظبوط؟ تمام. طيب هو احنا قلنا ان علميا مفيش حاجه اسمها الشقاوه، حتى معلش على تعليقات اللي احنا شفناها، حتى لان تحس ان التعليقات ما فيهاش الجديه الكافيه في التناول. احنا عندنا يعني مشكله في الاسره المصريه ان احنا بنتعامل مع سلوك الطفل خلال الاجازه او خلال اوقات فراغه ان كل الاطفال بتعمل كده. دي كارثه في حد ذاتها. احنا عندنا كل طفل وحاله متفرده في شخصيته عن الطفل التاني، فلازم الاب والام يبقوا واخدين بالهم من سلوك الطفل عشان يعرفوا يوجهوه. يعني احنا كان عندنا احصائيه هنا في مصر صادره من المركز القومي للدراسات الاقتصاديه والاجتماعيه. تمام. كانت بتقول ان 80% من الاسر المصريه ما بتحاولش توجه سلوك اولادها، فللاسف الشديد ده بينتج عنه ان الطفل لما بيوصل لمرحله المراهقه او بيبقى على اعتاب مرحله المراهقه بينحرف تماما بسلوك. يعني هم مش عايزين ولا مش عارفين، هم ما بيفكروش اصلا يوجهوا الطفل، الثقافه نفسها مش موجوده. احنا عندنا منطق ان كل الاطفال بتعمل كده، كل العيال بتتشقى، كل الاولاد بتضرب بعض. ما هو كل العيال بتلعب في الشارع، ده في حد ذاته غلط سلوكيا ان ده يحصل، لان زي ما قلنا ان الطفل او الانسان مننا عباره عن مجموعه سلوك وتصرفات وافعال بتفضل بادئه معاه من وهو صغير لغايه ما بيكبر. تمام. وانا بوجه سلوك ابني او بنتي في البيت لازم يبقى عندي تفريق بين مرحلتين عمريتين مع الطفل، مرحله ما قبل السبع سنوات ومرحله ما بعد السبع سنوات. مظبوط. قبل السبع سنوات ده اسمه سن عدم التمييز، الطفل غير مميز غير واعي غير مدرك، فانا ببدا ارسخ في دماغه منظومه القيم، ايه الغلط وايه العيب في الحاجات اللي هو بيعملها. يعني احنا دايما لما يجي الطفل يعمل حاجه في البيت اقول له يا حبيبي كده غلط، يا حبيبي كده عيب، يا حبيبي كده ما ينفعش. توجيه ورقابه. انا بوجه بس وبقول له ايه اللي ينفع واللي ما ينفعش، وهو مع الوقت بيبدا يستقر في دماغه ان الفعل ده فعل الناس مش هتحبه منه، الفعل ده فعل غلط، الفعل ده فعل ما ينفعش. لما بيكبر مرحله ما بعد السبع سنوات اللي هي سن التمييز والادراك، ببدا بقى بعد كده اوجه سلوكه في الاتجاه اللي احنا عايزينه يحافظ عليه عشان يطلع انسان سوي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي
في التقرير من شوية كان الـ 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 الجمهور بيقولوا احنا بنسيب العيال تلعب في الشارع وهنعمل ايه، احنا ما بنعرفش نتحكم في سلوكه. كل اب وكل ام مظبوط عندهم مهمتين اساسيتين لازم يعملوهم مع الطفل عشان ينجحوا في ان هم يوجهوا سلوكه. الحاجة الاولى او المهمة الاولى ان هم يحسسوا الطفل ان هو محور اهتمامهم. يعني عجبني جدا الوالد اللي كان بيقول ان هو يوميا بيخصص وقت ان هو يرجع يلعب مع ابنه او بنته ويسأله هو عمل ايه النهاردة. دي بتحسس الطفل بالاهتمام، بتحسسه ان في حد بيسأل عليه، في حد بيتابعه، فهو طول الوقت عارف ايه اللي بيحبه والده منه او والدته، ايه اللي بيكرهوه، فهو من تلقاء نفسه هيميل ان هو يعمل الحاجة اللي بتخلي والده يقوله برافو عليك بس انت هايل. لو انا طبعا حلو الرقابة، بس هو لو هو مش مراقبه حتى لو هو في الشارع من حتى من بعيد كده يعني ممكن الولد يقول اي كلام وخلاص. لو الطفل فقد للحظة احساسه بان هو محور اهتمام او والده ووالدته ما بيفرقش معاه هو بيعمل ايه. تمام. فمع الوقت بيبقى بيفقد فكرة الكبير، بيفقد فكرة ان في حد بيقول له كده غلط او كده عيب او ان في عقاب، فبيبدأ يضرب مثلا في اطفال تانية وهو عارف ان مفيش مسؤولية، بيبدأ يفقد فكرة الالتزام. يعني احنا طول الوقت احنا بنعلم اولادنا ان زي ما في ثواب زي ما في عقاب. مظبوط. زي ما في سلوك كويس في سلوك سيء. ليه؟ عشان لما يكبر ويعدي مرحلة المراهقة ومرحلة الطفولة يوصل لفكرة ان في مسؤولية وفي التزام، انا لازم اعمل كذا عشان اخد كذا، لازم اشتغل عشان اخد مرتب، لازم اراعي بيتي عشان ولادي يبقوا كويسين وعشان مراتي مثلا تبقى كويسة. لو هو وهو طفل فقد احساسه بفكرة ان في مسؤولية او في التزام لما هيكبر مش هيرجع له الاحساس ده تاني. تمام. بس بناء بقى على اللي حضرتك بتقوله الاحصائية وبناء على كل الكلام اللي بنقوله وعلى التقرير كمان. تمام. في كده ممكن ندردش مع بعض في وسائل معينه نقدر نطلعها يعني غير مؤشرات اللي بنشوفها الشقاوه دي غلط الشقاوه دي، هل يا ترى في حاجه زي ما كنا بنقول الرياضه اللي بتتمارس ان هو بيفرغ طاقه، حضرتك لسه بتقول ان هو بنساله عمل ايه في يومه او سواء اللي كنت بقول مع حضرتك ان احنا نراقبه، في كده حاجه معينه ايا كانت الاعمار حتى دلوقتي، بس في حاجه معينه نقدر دلوقتي يا اما نرضع شقاوه خايفين منها زي ما كنا بنتكلم، يا اما حاجه تانية نقدر نراقب بيها تكون وسيله سليمه وما تاثرش على الولد، لان في ناس بتراقب طفلها اللي هو بيقوم بين له قوي فبيخلق له اثار نفسيه ان هو انا هفضل اتحكم فيك بقى 6 7 سنين 14 سنه 20 او فيما فوق، انا هفضل بقى ايه الرقابه المباشره اللي هو كل حاجه فوق دماغه. ما هو ده حد ذاته غلط، فكره الرقابه المباشره من الاب والام دي احنا ما بنطلبهاش اصلا. احنا بنطلب من الاب والام ان هم يكونوا اذكياء في التعامل مع الطفل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ما بقولش للطفل ان انا براقبك او انا بتابع سلوكك، لكن انا زي ما بقول انا كوالد او كوالده كاب او كام لو انا برجع بالليل او في اي وقت ابني بيلجأ لي بيلاقيني ده في حد ذاته نوع من انواع الرقابه. مزبوط. لو انا باجي بلعب مع ابني او بنتي بالليل من خلال تصرفات يومه سلوكه برضه هيفضل مستمر معاه، فانا اقدر اوجهه اقول له لا يا حبيبي كده صح او برافو عليك، او لا يا حبيبي كده غلط ما ينصحش او ما ينفعش تعمل كده تاني. تمام. فده بيبقى غلط، فهو الولد كمان بيفهم وما بيبقاش حاسس ان دي رقابة او مسؤولية، لان لو حصلت الرقابة بالشكل اللي حضرتك بتتكلم عنه ده بيولد عند الطفل نوع من انواع العند. مظبوط. في وسيلة مهمة عندي لتوجيه سلوك الطفل انا دايما بقول عليها لأي اب ولأي ام، هي الدين. الطفل لازم يتعلم الدين من هو صغير. يعني لازم اوجهه للمكان اللي يحفظه القرآن كريم. ومش يحفظه القرآن باللي هو سمع يا ابني سورة كذا او احفظ سورة كذا وخلاص على كده، وانا يجي بالليل بابا شوف انا حفظت سورة ايه، لا خلاص على كده فانا الموضوع بالنسبة لي اقول لا ده ابن شاطر وبيحفظ قرآن. ده غلط، لان مع الوقت الطفل بيتحول عنده القرآن لكتاب زيه زي اي كتاب بيبدأ يحفظه، والمهم عنده ان هو يحفظه خلاص. انا يهمني ان انا اوجه ابني للمكان اللي هيحفظ فيه قرآن وهيعلمه معنى الكلام اللي بيحفظه. تمام. يتدبره عشان لما ارجع بالليل اقول له تعالى مثلا يا حبيبي او يا حبيبتي تعالي اقعدي قولي لي عملت ايه النهارده. طيب. او تعالي نقرا مع بعض. لو من اللي حضرتك لسه بتقوله بس عشان معانا معلش 3 دقايق بالظبط نقدر يعني نربط الناحيه الدينيه او القران مع وسائل بقى الموضوع حلقتنا النهارده عن الشقاوه، لو حضرتك تقدر تدينا ملخص كده عن الموضوع. طيب انا لو عايز اربط الشقاوه بالقران اول حاجه عندي ان انا دايما بعلم الطفل ان سلوكك لازم يكون زي سلوك القرآن نفسه. يعني احنا مسلمين افضل قدوة عندي مين؟ سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فهقول له ان سيدنا النبي كان سلوكه القران، فاحنا عشان كده لازم احنا كمان يبقى سلوكنا زي الرسول عليه الصلاه والسلام. فلو جه عمل حاجه هقول له لا، سيدنا النبي ما كانش بيعمل كده. ليه يا بابا؟ لان القران مثلا كان بيقول كذا. فهو الولد هيتعلم مع الوقت ان القران مثلا بيقول لي وعاملوا الناس بالحسنى، فانا هبدا اتعامل مع الناس بالحسنى. القران بيعلمني ان مثلا وخالق السيئه بالحسنه تمحوها، فهعلم ابني ان اي حد يعاملك معاملة وحشة لا يا حبيبي انت برضو عامله كويس، وهكذا. واستعين بالسيرة برضو، السيرة النبوية، لان انا طول ما بقوله القرآن كان بيعمل كذا بقوله حتى شوف سيدنا النبي كان بيعمل واحد اتنين تلاتة. طب انا معايا دلوقتي اتصال من مدام ولاء من اسيوط. اهلا وسهلا. فمنتظرين الاتصال، لو حضرتك تتفضلي يا مدام. اه مدام ولاء، حضرتك على الهواء. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك بالسؤال. اهلا يا فندم، اتفضلي حضرتك بالسؤال. ايوه انا عاوز الدكتور اساله على عيالي شقيه قوي، عايز اشوف يعني اتعامل معاهم كيف. مع ابناء حضرتك كابنائك شقيه جدا وحضرتك عايزه تعرفي. طيب لو حضرتك بس تساعدي معانا الاستاذ احمد الاسيوطي، اعمارهم كام سنه بالظبط؟ اعمارهم واحده البنت الكبيره. مع الاسف اتقطع الاتصال، ويعني يا ريت لو حضرتك يعني سريعا يعني منتظرين تعود الاتصال عشان وقت البرنامج. طيب هو بوجه عام حضرتك. اه بالظبط، هو بوجه عام. الاطفال احنا زي ما قلنا ان الضرب مش وسيله ناجحه لتقويم السلوك. بس انا بشوف ايه يعني، وانا كاب او كام ببقى عارف ابني بيحب ايه او بيكره ايه. يعني مثلا لو هو بيحب ياكل نوع معين من الاكلات، بربط ان انا هعمل لك الاكل ده بان انت تحسن كذا في سلوكك، او ما تعملش كذا هيكون مقابله كذا. لو هو مثلا بيحب يخرج او بيحب يروح نادي او بيحب يلعب او بيحب يروح اي مكان، تمام. بربط له دايما الحاجه اللي هو بيحبها بالتزامه بالسلوك. هايل جدا، معلش انا يعني اسف جدا الوقت سرقنا استاذ احمد. انا بيهمني جدا دلوقتي ان انا اتكلم على نقط مهمه هو وضحها معانا استاذ احمد اسيوطي النهارده. الفكره كلها الشقاوة دي تتعامل معاها، سواء احنا اتكلمنا على الاحصائيات اللي اتذكرت، سواء اتكلمنا على ازاي اقومها او ازاي استثمرها في حاجة مفيدة زي رياضة او ايا كان. احنا بنتكلم على ان احنا ما عندناش الثقافة. بناء على التقرير كان في ناس رأيها المتواضع كويس وفادنا جدا، كنا منتظرين ان التليفون يكمل بس الاتصال اتقطع. يهمنا جدا جدا احبر او اللي استوقفني النهاردة مع الاستاذ احمد الاسيوطي نقطة ابنك عندك حاجات قرآنية تتبعها معاه، عندك أعمار تفرق ما بينها، وعندك السن نفسه إحنا فاهمينه غلط وممتد لحد مرحلة المراهقة ويمكن يعني أقصى المراحل، سواء بقى معترف بيها سن هنا أو أيا كان ثقافة الدول اللي بتختلف. متشكر جدا أستاذ أحمد الأسيوطي النهاردة، العفو، شرفتني، وإن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة من برنامج أولادي جننوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولادي جننوني وأنا مش عارف أعمل إيه، قولوا التقرير ومشاكلي تتحل إيه، أولادي جننوني وأنا مش عارف أعمل إيه وخلاص.